I said to the prophet while I was in the cave. If any of them should look under his feet, he would see us. He said, O Abu Bakr! What do you think of two persons, the third of whom is Allah? بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين Whether thou warn them, whether you warn the Banu Maqsim, Abu Jahl and his host, by means of the Quran, or thou warn them not, it is alike for them, for they believe not, they do not want to believe, and they were later killed on the day of Badr in their state of disbelief. The verse is from, Lo! We have put on their necks, too, so that they are made stiff-necked, were revealed about Abu Jahl, Al-Walid and their hosts. They said, i.e. the apostles said, Ye are but mortals, human beings, like unto us. The Beneficent hath not revealed, He has not revealed any scripture or sent any messenger. Ye do but lie about Allah. Lo! I have believed in your Lord, so hear me, so obey me regarding faith. It is also said that he said this to the apostles, I believe in your Lord, so be witnesses that I am the slave of Allah. He was then taken away and killed, crucified and trodden upon until his entrails burst forth from his rectum.